النهارده هنشوف يعني ايه الرساله دي، هي بتعمل ايه بالظبط، وامتى تشتريها، وامتى تشتري ايتم ثانيه زي اللورد دومينيك. في الاول لازم تعرف ان الرساله دي تعتبر حاجه اسمها فلات ارمور بينتريشن، يعني بالعربي كده حاجه بتخليك تخترق الدروع او الارمور بتاع العدو اللي انت بتضربه. يعني على سبيل المثال انت بتلعب بكازكس وليفلك 18 وشاري داسك بليت اللي بتدي لك 18 ل 30، وانت داخل بتضرب في دريفن اللي ليفل 18 هتلاقي معاه 85 ارمور. طب هنا ال 18 اللي سالت بتاعتك هتتعامل ازاي مع الارمور بتاعه؟ هتنقصه بنفس القيمه، يعني ال 85 ارمور بتاع دريفن ناقص ال 18 لسالتي اللي معاك، فانت هتعامل دريفن كانه معاه 67 ارمور بس. انما انت بقى لو كنت شاري اللورد دومينيك اللي بتديك 35% ارمور بنتريشن، فانت لو داخل على نفس الدريفن انت هتعامله كانه معاه 55 ارمور وربع. واو، يعني على كده اللورد دومينيك احسن بكتير من الثالث. اقول لك لا استنى شويه، انت لما عاده بتجيب ليفل 18 بتبقى فول بيلد، ولما كازكس بيكون فول بيلد يبقى معاه 80 لسالتي. يعني ببساطه كده هياخد دريفن ولا مصنع الكراسي، وعشان على طول التبات اللي قدامك مش هتلاقيهم كلهم سكويشيز، فانت اكيد هتواجه تانك، والتانك ده ممكن يكون مالفايت اللي بيوصل ارمور بتاعه 750 في ليفل 18. فانت بالنسبه بتاعتك اللي بتنقصه 80 ارمور دول هو تقريبا مش هيحس بيك وانت بتزغزغه. وهنا بقى بتيجي اهميه اللورد دومينيك والبرسنتج ارمور بينتريشن، واللي بتشيل من على مالفايت 213 ارمور. يعني باختصار كده عايزين نقول ان البرسنتج ارمور بينتريشن بتكونتر الارمور، والارمور بيكونتر اللسانتي، واللسانتي بتكونتر الشامبيونز اللي مش شاريه ارمور. فعشان كده لو انت بتلعب بشامبيون زي كازكس هتلاقي نفسك بتموت السكوشز بسهوله وبتعاني قدام التانكات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، انزل تحت وخش معانا جروب الديسكورد ودوس على الفيديو اللي قدامك عشان تشوف الفيديو جامد جدا.